بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معكم على الهوى أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. احرص ألا تجهد نفسك كثيرا، واعلم أن لكل إنسان طاقة إذا استنفذت سقط. مستمعينا أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا ونجوم هواك. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن الحب المجهد، وتعالوا إيه يعني نفكر كده مع بعض إيه هو الحب المجهد. أي علاقة في الدنيا علاقة إنسانية المفروض أو المطلوب منها إنها تكون علاقة مريحة. إيه اللي بيخليك يعني تستريح لبعض الأصدقاء ويبقى دول أصدقائك وتبقى سعيد ومستريح معهم؟ لأن هم مريحين في العلاقة، يعني أصحابك دول بتقعد معهم بتلاقي فيه بهجة وتلاقي فيه سعادة وتلاقي فيه فرح وتلاقي فيه ضحك وتلاقي فيه هزار. لما تكون في أزمة بتلاقيهم واقفين جنبك، لما تكون في مشكلة كبيرة جدا بياخدوا يعني بحسك، ما بيسبوكش يعني. هكذا العلاقة بأفراد أسرتك يجب أن تكون علاقة مريحة، تكون عايش مستريح مع أبوك ومع أمك ومع أخواتك والدنيا. بيبقى في مشاكل ما نقدرش ننكر، إنما في المطلق كده بتبقى عايش مستريح. هكذا في العلاقات العاطفية، أي علاقة عاطفية أو خطوبة أو علاقة زوجية الغرض منها الرئيسي إن أنا أعيش مستريح، يعني يكفيني شر الضغوط الخارجية والظروف الاقتصادية والمسؤوليات اللي على كتف البني آدم اللي قد كده، والقلق والخوف على المستقبل وعلى الأولاد وعلى وعلى وعلى. يكفينا كل هذه الشرور، يبقى على الأقل العلاقة تبقى علاقة مريحة. لما بتبقى العلاقة مريحة بتهون على الإنسان كل شيء تاني. إنما لما بتبقى العلاقة مجهدة، بمعنى كلمة مجهدة، بتحمل على الإنسان، وكل إنسان ليه طاقة، ولما بتنفس طاقة الإنسان بيقع، يا بيقع يا بيصور يا بيهبل يا بيطلق يا بيحصل مليون ألف حاجة مش كويسة. إزاي العلاقة تبقى مجهدة؟ كتير جدا من العلاقات بتتسم بغيرة خانقة، ده إجهاد غير طبيعي على النفسية وعلى الضغط نفسي جدا على الطرف اللي بتقع عليه الغيرة. في علاقات بيبقى فيها الطرف التاني زي ما بيقولوا كده الإخواننا الأجانب demanding person، يعني شخص متطلباته كتيرة، والمتطلبات دي مش ضرورة تبقى طمع وفلوس، لا خالص، إنما هو عايز اهتمام، عايز مش عارف إيه، عايز اعمل لي كذا، ما تنساش نودي كذا، يبقى ودي إيه. برضو ضغوط غير طبيعية، وبتبقى مش فترات، دي بتبقى مستمرة إلى ما لا نهاية. دي علاقة مجهدة جدا. وفي نوع ثالث من العلاقات المجهدة، إنك تبقى منتظر المشاعر بشكل ما أو منتظر الاهتمام بشكل ما ومش لاقيه، ولما تيجي يعني تعترض، لا بتعترض على إيه؟ أنا فوق دماغي واحد واثنين وثلاثة وأربعة، مش فاضية، أنا تعبانة، مش قادرة. ما هتعمل إيه؟ هتفضل طول عمرك قاعد حاسس بالإجهاد. قيسوا بقى على كده حاجات كتير جدا ممكن تسبب لإنسان في حياته الزوجية أو في حياته العاطفية إجهاد. الغيرة زي ما قلنا، المتطلبات الكتيرة جدا، الإهمال بيخلي الإنسان بدل ما هو عايش بيفكر في مستقبله، بيفكر في حياته، شاغل باله بشخصية، يعني طب أنا عايز أفهم إيه اللي بيحصل، طب هل المفروض إن أنا أشغل بالي بالإنسان اللي بحبه؟ ده طبيعي، ده لازم تشغل بالك. إنما تشغل بالك إزاي؟ تشغل بالك إنك تسعده، بس في حالة إنه بيتقبل السعادة منك ويعبر لك عنها إنه هو مبسوط باللي أنت بتعمله. إنما كون إنك بتحاول تسعده بكل الوسائل وهو لا يكترس أو مش محسسك بأي قيمة لمجهودك اللي بتبذله، ده مجهد جدا.
المفروض تشعر معاه بالراحة، يعني ما يفرضش عليك وما يضغطش عليك بشكل يجهدك. المفروض تشعر معاه بالأمان، لأن عدم الأمان في أي علاقة مجهد إلى أبعد الحدود. الست اللي عايشة مع جوزها وهي شك على طول إنه بيخونها لأنها قفشته قبل كده، الراجل اللي عايش مع مراته وحاسس على طول كده إن الست دي عينها زايغة، ده شيء مجهد جدا للإنسان. حاجات كتيرة جدا بنشوفها في حياتنا مجهدة. إنما تعالوا نقول بقى أصحاب العلاقات المريحة قد إيه الناس دي سعادة. طب لما يكون في إيدي أسعد نفسي وأسعد الطرف الآخر، ليه أجهده وأجهد نفسي وأبوظ العلاقة؟ في بعض المقولات وبعض الأصدقاء يعني عندهم مقولة غريبة جدا، قالك بص تتعبهم يريحوك، تريحهم يتعبوك. طب ما هي مش معركة، أنا مش داخل حرب، أنا لو داخل حرب ما كنتش اتجوزت أساسا، ما كنتش ارتبطت أساسا، ما كنتش حبيت أساسا، أبقى أنا قاعد كل تركيزي إن أنا أتعبهم عشان يريحوني، أضغط عليهم عشان ما دي مش شكل حياة خالص. في ناس كمان لما تريح شوية وتبقى العلاقة لطيفة ومش مجهدة لفترة بيبتدوا يملوا، فيبتدوا يعملوا إيه بقى؟ يبتدوا يتفننوا في إفساد العلاقة عشان يبقى فيها شوية ملح وفلفل. ده ما بيبقاش ملح وفلفل، ده أنت رميت كيس شطة فوق العلاقة ولعتها، وده غلط. لما نلاقي نفسنا ملينا شوية نجدد، نغير، نسافر، نروح، نخرج، إن شاء الله نمشي على الكورنيش نقزقز ترمس، نقابل ناس تانية، نعمل زيارات أسرية، نقابل حد ما كناش شفناه قبل كده، نصل الرحم، حاجات كتيرة جدا. إنما نولع في الدنيا عشان زهقنا. على فكرة العلاقات الإنسانية مش عايز أقول البحر، لا ياريت بحر، ده أكبر من البحر، حالة كده لا نهائية من العقد والمشاكل والكراكيع والتصرفات ولكن كل ما قدرنا نبسط ده ونعيش في هدوء ونعيش في سعادة ونريح نفسنا ونستكفي جدا بكل الضغوط الخارجية اللي علينا. تعالوا النهاردة نقول مفيش بيت في مصر مستريح، بمنتهى الأمانة مفيش بيت في مصر مستريح، وبعض المستريحين بيتصرفوا تصرفات بتستفز المش مستريحين فبيتضايقوا أكتر. النهاردة في ضغوط اقتصادية فلكية علينا كلنا، علينا كلنا، على الناس كلها على كل المستويات، لأن اللي كان متعود يعيش بعشرة جنيه ما بقاش قادر يعيش، واللي كان متعود يعيش بعشرة آلاف جنيه ما بقاش قادر يعيش، ما هي هي، لأن حجم المصاريف برضو اختلف هنا. ولكن بنحاول نزق الحياة عشان نعيش، بنحاول نعدي الأمور عشان الدنيا تمشي. ما بقاش أنا شايل مصاريف مدارس وحضانة وجامعة، وشايل حمل تقيل على كتافي، وشايل فكر صبح ظهر ليل هعمل ايه بكرة في اللي عندي، ولاقي الحياة مجهدة والعلاقة مجهدة. ما تبقاش الست شايفة الحالة دي كلها وهي مفرومة وعمالة تدبر في أكل بيتها وتدبر في أكل عيالها وتدبر في مصاريف هدومهم وتدبر في دكاترتهم، ويلاقي برضو تلاقي برضو زوجها بيمارس عليها ضغوط كتيرة جدا بيجهدها. طب أنا استفيد إيه لما جهدك خلص عليكي وانتي تجهديني وتخلصي علي؟ طب ما نطبطب على بعض، ما نحس ببعض، ما نحضن بعض. أنا بتكلم على كل زوج وزوجة، ما نحضن البيت، ما نفرح بقليلنا، ما نحاول يعني نعدي، نزق الايام عشان تعدي لحد ما الامور تتظبط. العلاقات المجهده، وما اكثر العلاقات المجهده، ده موضوع حلقتنا النهارده. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. قد يكون في الثبات حياه، ولكن قد يكون ايضا في التغيير حياه اروع.
بفكركم تاني حلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن العلاقات المجهدة. منتظر تليفونكم على 3-8-3-5-0-22 والواتساب رسائل الواتساب على 0-155-955-1006. معكم على الهواء وسام منير وابو سفيان على 106.10 نجوم فم. ازاي تتخطى علاقة طويلة وان اللي قدامي عارف ان انا روحي فيه وبحبه جدا وببعد وهو عارف وانا لسه مش عارفة اتخطى؟ قلنا نبدأ حياتنا من الاول ازاي ارجع روحي ليا. انا عايز اعمل كده بس قلبي دايما بيقول لي استني. كانت علاقة كويسة جدا ومحترمة جدا بس بعد فترة اهمال وبخل في المشاعر، يعني انا اللي اعمل ومفيش مقابل ومش بالمعنى الحرفي بس الطبيعي، بس ده الطبيعي. لما بقول كده بحس ان انا بطلب حاجة فظيعة. وفي اخر فترة كان بيبعد كل فترة ويكلم كذا واحدة بعدها ويرجع لي، ما بقتش بستحمل احساس ان انا البديل، ان لو مفيش حد يبقى انا اللي موجودة. انا بعدت وتعبت بس مش عارفة اركز في حياتي، مش عارفة اعدي. ليه مستنية؟ لسه مستنية ومعرفش ازاي وليه. انا اسفة دخلت في الموضوع على طول بس بجد انا بحبك جدا وبستنى البرنامج. بصي ايا كان اسمك، يعني انا مش عارف حضرتك مين ولكن حضرتك مش كاتبة اسمك بس اكيد انت عارفة الرسالة بتاعتك. لازم تقعدي تعملي مع نفسك اعادة تقييم لنفسك كبني ادم، لان ساعات لما بننغمس في علاقة وبيتم يعني ممارسة الضغوط علينا والقهر علينا وبنضعف بنفقد ثقتنا في نفسنا، بنفقد الثقة ان احنا بني ادمين ولينا كرامة ولينا حرية ولينا حياة واستحق الاحسن واستحق الافضل. لازم تحطي في دماغك دايما انك تستحقي افضل حاجة في الوجود لانك انسانة زيك زيه. تخيل لو كانت اتقلبت الآية وانت اللي بقيتي بخيلة في مشاعرك وبقيتي مهملة معاه وبقيتي كل شوية تعرفي حد ولما تسيبيه وتزهقي ترجعي له وتلاقيه قاعد مستني. تخيلي لو انت عملتي كده، هو كان هينتظرك؟ كان هيستناكي؟ كان اول ما تعرفي واحدة تانية كان يعني هاجة وماجة وشتم وقل أدبه وخبطه وخلافه لانه هيحافظ على كرامته. طب هل هو عنده كرامة وانت ما عندكيش كرامة؟ هل هو انسان وانت مش انسانة؟ هل هو من حقه يعك الدنيا ويعرف يمين وشمال ويعيش حياة فيها انحرافات وانت تتحملي هذه الانحرافات؟ انا مش اقولك تعملي زيه، لا طبعا. كل ما تفكري في ده وتقيمي نفسك وتعرفي قد ايه انت انسانة كويسة وانسانة حلوة وانسانة تستحقي احسن من كده، فرص احسن من كده، هتقدري تعدي الازمة. هتاخد وقت وهتاخد تعب بس حسي بقيمة نفسك. اقعدي اعملي كشف حساب لنفسك، اخفقتي في ايه، غلطتي في ايه، عكيتي في ايه، استحملتي ايه، تهاونتي في ايه، وانت تعرفي هتعملي ايه بعد كده. من النضج ان تتعلم ما يجب عليك ان تتجاهله كي تعيش بسلام. من اسماء، صوتك فيه هرمون سعادة ليا. كلمتك بالنسبة لي حكمة كبيرة، بحبك قوي يا أسامة. من منى محمد، ربنا يخليك يا منى، مرسي على محبتك الغالية. الصدق والصراحة قد لا تكسبك الكثير من الناس لكن ستوفر لك أفضلهم رغم قلتهم. من محمد بن داري. صدق محمد، أنا على قد ما بنصح الناس على قد ما بقع في أخطاء كتير جدا في حياتي الشخصية. الفرص التانية والفرص التالتة والفرص الرابعة والفرص السابعة والفرص والانتظار والتسويق، يعني بقع في مشاكل كتير. انما في بعض الاحيان ببقى كالسيف قاطع لدرجة ان البعض من الناس اللي حواليا يبتدوا يلوموني، انت ليه كده تصرفت؟ عيب، ما يصحش كنت تعمل كده، انت ليه ظلمت؟ انا لا ظلمت ولا افتريت، انا تحملت كتير وقد اكون تحملت سنوات ولكن وصلت لمرحلة خلاص الكيل فاض. فببقى صريح جدا وصراحتي بتبقى جرحة في بعض الاوقات فبيلوموا علي، مع اني انا لو كنت صريح الصراحة البسيطة من البداية ما كنتش وقعت في الاخطاء دي وكنت خلصت اول باول. بالظبط اللي انت بتقوله ده بنداري زي
اللي بيروح كل يوم. وركزوا في الكلمتين دول لان محمد بن داري فتح لي باب جميل جدا. بيروح كل يوم يخش بيته يقلع هدومه ويخش يقف تحت الدش، ينزل تراب اليوم، نفض اول باول، ما يبقيش تراب وتعب وعرق يوم ورا يوم ورا يوم. ده بيفضل طول عمره نظيف وخفيف ومستريح. الصراحة اللي انت بتتكلم عليها دي بتخليك تنزل تراب البني ادمين، تخلص حتى لو الناس عددها قليل، على الاقل اللي هيفضل لك حتى لو ما فضل لكش حد هيكون فاضل لك نفسك اللي انت قدرت تحافظ عليها. الحاجة اللي محدش يعرف عنها حاجة هي اللي بتدوم، من هبة عبدالله. والله هبة ليك حق، مش المثل بيقول داري على شمعتك تقيد. صباح الخير والسعادة على المحترم بزيادة صديقي الجميل أسامة منير. ثانيا عايز أقول لك شكرا لمن التمس لنا العذر قبل أن نعتذر، وشكرا لمن قدر أوضاعنا قبل أن نشرحها، وشكرا لمن أحبنا رغم عيوبنا، وعفى الله عنا وعن كل من أذلنا وقال فينا ما ليس فينا. وربنا يحفظك ويحفظنا يا غالي. خالص تحياتي ليك. إمضاء الشيخ محمد أبو راشد العرباوي حلوان. حبيبي يا محمد تحياتي ليك، وحلو الكلام جدا. أسامة رد عليها ضروري، محتاجة تقولي أعمل إيه. طيب يا نور بس لما أشوف الرسالة، مش فاهم أي حاجة، مش عارف فين رسالتك بصراحة علشان أرد عليها. أعمل كده رفرش تاني أشوف، على الله ألاقيها. حاضر 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 حاضر، مش لاقيها يا نور. أنت بتقولي رد علي، بس هي الرسالة فين؟ مش جاية لي. طيب خلونا نبدأ حلقتنا النهاردة بأول اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو. أيوة. ازيك يا أسامة، عامل إيه؟ الحمد لله تمام، أهلا بيكي. أهلا بيك. أتعرف بيكي؟ مش مهم الاسم. طيب كم سنة؟ 27. مرتبطة؟ لا. طيب احكي لي عايزة تقولي إيه النهاردة. بنتكلم عن العلاقات المجهدة. أو أنا يعني أنا اللي في جهد أو طاقتي خلاص مش موجودة بمعنى أصح. طيب إيه اللي خلى طاقتك تبقى مش موجودة؟ في أسامة أنا غلطت غلطة زمان تمام، وكان عندي 16 سنة 17 سنة، وشايفة صحابي بيرتبطوا وبيحبوا ويخرجوا ويروحوا ويجوا، فأنا حبيت أبقى نفس التركيبة دي. حبيت ودخلت في علاقات كتير جدا كتير كتير، بكلمة كتير يعني أنا ندمانة طبعا على كل حاجة. علاقة بتفشل، خيانة، كذب، يعني ممكن أقول أنا مش هشكر في نفسي كتير تمام، لكن ما فيش علاقة دخلتها إلا لما كنت احترمت الشخص وصمت الشخص، كنت خلاص أنا هو الشخص ده بالنسبة لي كل حاجة. بدليل إن هما بعد ما بفركش تمام يرجعوا ندمانين ويفضلوا يقولوا إن أنت البني آدمة الوحيدة وإلخ إلخ الكلام. طيب جميل، ايه المشكله بقى دلوقتي يا اسامه؟ انا ما بقتش مصدقه اي حد، ما بقتش بصدق دلوقتي في حد دخل حياتي يحاول يقرب. عاوز ايه؟ دخل جد عايز يتكلم مع اهلي، انا اللي رافضه، انا اللي بصد، انا اللي ما بقتش. طيب عارفه واحده واحده كده، انت قلتي عندك كام سنه؟ 27. طيب اللي دخل حياتك ده وعايز يتكلم جد، انت رافضاه عشان مش حاسه باي اعجاب تجاهه، ولا رافضاه بسبب ان انت ما عندكيش ثقه في حد؟ ما عنديش ثقه. طيب خالص. حلو قوي. اللي دخلوا حياتك قبل كده واكتشفتي ان هم ناس وحشه وانت امنت لهم في البدايه، تمام، هل انت دخلتي بقلب وحب ومشاعر وطيبه ومجدعه على طول كده وهجمتي عليهم؟ ممكن واحده واحده. بس برضو خلينا نقول ان احنا ما حكمناش عقلنا بنسبه 100%. بالظبط كده، صح. طيب أنا النهاردة أي علاقة عاطفية علشان تنجح لازم أحكم فيها القلب والعقل. القلب يشعر، يعني الولد اللي جاي يتقدم ده لو في شوية صفات تعجبي بيها أو حاسة إنك مشدودة ليها كراجل. خايفة أنا، مشكلة إن هو أنا خايفة، هو بيحاول على قد ما يقدر إن هو يطمني تمام، فقال لي قال لي على فكرة أنا لو حاولت إن أنا كل ما أقرب منك أنت بتصديني أنا هبعد، وخايفه ان هو يبعد ويطلع انسان كويس بني ادم محترم. طيب احنا نفس الوقت خايفه اجرب يطلع بني ادم وحش جدا. حلو قوي، تعالي بقى نجرب بطريقه تانية. انت النهارده
انا هديكي مثل بلدي، تحبي نسمع كده مثل بلدي؟ تمام. اوكي، انت عندك صفيحه جبنه، شوفي بقى لدرجه انا رايح لك في حته تمام سهله قوي. صفيحه الجبنه دي جايه لك متزوقه ونظيفه وبتلمع، جايه من ملاوي يا ستي، من الجبنه بتاعت ملاوي الجميله دي. انت قبل كده ليكي تجارب كتيره جدا مع صفائح الجبنه دي اللي بتيجي كل ما تفتحيها تلاقيها مدوده من جوه. انت خايفه تفتحي الصفيحه دي لا تطلع مدوده من جوه، مش كده؟ طب ما ايه الجديد؟ ثواني بس، ما كنت دخل حياتي برضو جم ودخلوا جد وكلموا مع اهلي وفي خطوبه ولا ايوه فتحة، بس ايوه محتاجه تفتحي الصفيحه عشان تشوفي جواها في ايه. انا خايفه. ما هو يا حبيبتي هتفتحي الصفيحه وبعد كده نوزن الكلام بالعقل. ما هو الكلام بالعقل. النهاردة اللي قدامك ده مش بني آدم؟ تمام. وانتي بني آدمة؟ تمام. هو ربنا سبحانه وتعالى مديله عقل وانتي ربنا مديك عقل. انتي مديله تفكير وانتي مديلك تفكير. تمام. هو مديله ذكاء وانتي مديلك ذكاء. انتي مش انسانة غبية. تمام. يبقى ببساطة مطلقة هنسمع الكلام اللي طالع من بقه، ما نقولش امين، الكلام يلف ياخد له لفتين في الدماغ ويتعقل. والله الكلام اتعقل، قلنا امين على الكلام في اول خطوه، لقينا في النهايه ان حكمنا كان صح، بناخد الخطوه اللي بعدها. حصل وقال انا هعمل ونعمل وانا عملت وبتاع وكده، ممكن يكون بيقر على مؤاخذه يعني، انما باختبارات صغيره كده وشويه لف ودوران نعرف. طب هم في صحاب ليا قالوا لي يا بنتي اخرجي قبليه، وانا يعني تعرفت عليك السوشيال تمام، صحابي قالوا لي اخرجي قبلي كلمي معاه، هو طلب مني كذا مرة ان احنا نتقابل وانا برفض وبتلك. طب اهلك عارفين ان انت تعرفتي عليها السوشيال ميديا؟ لا لسه طبعا ما يعرفش حاجة. طيب ايه المشكلة ان هو يعرفك وتخرجي معاه وتشوفي كل حاجة وتتعرفي عليه بعلم اهلك؟ بعلم اهلك حتى يبقى حاسس ان الموضوع مش هزار. مشكلة ان انا بابا بيمسكها لي يا أسامة، بيقول لي طب قول لي ما انت جبتي فلان وعلان وإلخ، فبيمسكها لي. وكل اللي جبتيهم جبتيهم من السوشيال ميديا ولا جبتيهم من صداقات عادية؟ لا عادي، مش شرط. مش شرط خالص السوشيال. فأنا بخايفة ان هو ان انا أدي الفرصة دي وان انا خلاص ماشي، انا قريبة من بابا جدا واتكلم مع بابا ويطلع في اخر بني ادم مش كويس تمام، وبابا يمسكها لي ويقول لي انت جبتي فلان وعلان. طيب بابا مسكها لي. تمام. بابا مسكها لي وقال لي خلاص مالكيش في كده، العريس اللي جاي انا اللي هجيبه لك. يقوم هو جايب لك واحد يقول لك اقعدي شوفي ده. اوكي كسبتي ايه؟ طيب تعالي الاول تاني، انت مشدوده للولد ده؟ في حاجات حلوه بس خايفه، انا مقلقه. ايوه ماشي. انا في بحر قدامي حبيبتي. بصي الخوف الزياده عن اللزوم بيبوظ، والخوف المحسوب بيامن. فانت المفروض تبقي خايفه، مش وحش انك تبقي خايفه، لانك لو دخلتي مش خايفه يبقى انت داخله بتهور. طبيعي انك تبقي خايفه، وطبيعي انك تدي لنفسك فرصه، وطبيعي انك تشوفيه وتسمعيه وتوزني كلامه، وطبيعي انك تبقي حريصه جدا في الكلام اللي خارج من بقك معاه. وطبيعي انك تبقي حاطه على وشك ابتسامه لذيذه كده ولكن في صمت، بحيث هو يدلق في الكلام ويطلع كل اللي في بطنه. ده اللي بيحصل. خلاص بقى نسمع ونشوف ونوزن الكلام، لقيناه في امل ماشي، ما لقيناش في امل يبقى احنا نجيب خطوتين ثلاثه لورا، ويا دار ما دخلك شر، وما نطولش في الحدوته، لان السبب الكبير اللي بيوقعنا في مشاكل ان احنا بنطول وبيبقى عندنا امل وبندي فرصه في الثانيه في الثالثه، والاختبار بيطول والاختبار بيلزق والدنيا بتبوظ من اولها. عرق ونقطعه عشان ما ينزفش. خلصنا. هتقعدي معاه، هتسمعيه، هتدردشي معاه، سيبيه يهزر، سيبيه يضحك، سيبيه يتكلم، يطلع اللي جواه، يطمن لك، علشان عمره ما يطلع اللي جواه وانتي اعداله متحفزه. لازم تفكيه كده يطلع اللي جواه، وتبتدي زي ما بيقولوا كده بالبلدي برضو النهارده بتفتشيه، بتطلعي كل اللي جواه، تشوفي جواه ايه، وعلى اساس اللي هيطلع انت هتعرفي تقرري، هتديله فرصه يجي يقابل اهلك والاختبار يكبر، لان بعد كده الاختبار هيكبر بقى، ولا مش هتديله فرصه.
انه يجيب لأهلك. كثيرا ما نخلق الاعذار لمن نحبهم كي نحافظ على وجودهم في حياتنا دون ان نعلم اننا هكذا نكتب النهايات. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهارده عن العلاقات المجهده. تليفوناتنا 338-35-022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على هواء أسامة منير وابو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. مساء النور يا استاذ اسامه، بحب البرنامج بتاعك وحابب ابعت سلامي لخالي احمد سمير واقول له بحبك قوي وانت ابويا التاني. يا رب تكون الرساله واصله له. استاذ اسامه، عايز اقول لابو كنزي زوجي وحبيبي ونصيبي التاني سندي ودنيتي واحلى حاجه في حياتي كلها، وحشتني قوي، كل يوم بحسد نفسي عليك وبشكر ربنا دايما على نعمه وجودك في حياتي، بس نفسي الايام تعدي وترجع لي بالسلامه. مهما كتبت في حقك مفيش كلمه توصف رجولتك وحنيتك وطيبه قلبك، انت عارف غلاوتك عندي قد ايه، انا مهما اتكلم مش هعرف اعبر عن اللي جوايا، انا بحبك قوي وبحب حنيتك عليا وخوفك عليا بجد. ربنا يخليك ليا يا قلبي وترجع لي وتنور بيتنا من تاني، ام كنسي. صباح الخير يا دكتور أسامة. الحب المجهد قد يكون حب مش مستمر. احنا في أليكس على البحر ورحمة قاعدة زعلانة وبقول لها فكي هنروح هنروح خلاص وربنا يبارك لي فيكي يا تيا يا روح قلبي. اسلام ابو علي ابو تيا ميت غمر. تحياتي يا اسلام. أخاف أن أستأنس مجددا بأشياء ستتركني، من رانيا أحمد آدم. الخوف مش من مصلحة أي حد يا رانيا، الخوف بيأذي مش بينفع. لازم نبقى في حرص، إنما ما تبقاش حالة خوف ورعب كده. معتز فرحات بيقول كان درس عظيم كلفني قلبي. هو بيتكلم على مقولة كثيرة ما نخلق الأعذار لمن نحبهم كي نحافظ على وجودهم في حياتنا دون أن نعلم أنها كذا نكتب النهايات. لقد تحملت كثيرا، انتظرت أنا أن تشعر بعتابي، أن تتأكد من حبي، ولكنك فتحتي للشك باب لن يقدر أحد على غلقه غيرك، وأنا أكره العواصف فأجبرتني على الرحيل، ولكنني ما زلت أحبك يا أمريكي. أم هي كده الرسالة بالضبط كده يعني. نفسي أكلمك يا أسامة، ممكن تنزل بص الرقم بتاعنا 38-35-022 38-35-022. أنا مريم، عايز أقول لك إني بحبك جدا جدا وتبارك لي أنا وأصحابي على النجاح، ريم ومي وعلياء وهاجر وخلود، بنحبك يا أسامة. مليون مبروك على النجاح ويا رب دايما من نجاح لنجاح، ربنا يفرحكم ويسعدكم. أسامة، في مشكلة، الصوت كل شوية يفصل، ودي مش عندي بس، ده كل الراديو اللي على التليفون، كل واحد في البيت كله. الابليكيشن يمكن دي مشكلة انترنت بقى، يعني مش مشكلة الابليكيشن نفسها قد مشكلة الانترنت في البيت، الاستريمينج بتاع الانترنت. فانا بعتذر لحضراتكم، بس والله انا نفسي عندي مشاكل في الانترنت فلكية. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل، يعني الانترنت في مصر بقى بسم الله ما شاء الله، يعني حدث ولا حرج. يعني عايز اقول لمينا ميدو ان انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك، يا كل حاجه حلوه في حياتي كلها، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا يا روح قلبي من توته. حاضر. حاضر. محمد امين بيقول لي استقبل اتصال والنبي. والله بستقبل اتصالات، ده التليفون عنده ما بيسكتش عند ميدو اهو. اياك ان تمدح الوجوه قبل معاشرة القلوب. ابو راشد، حبيبي ابو راشد. صباح الخير يا دكتور، ايه حل
الغيرة والشك المفرط، مع العلم ان ساعات الشك والغيرة تدمر وتخليك تضيف لحد او تدور على بديل من سامر. ما هو الشك يا سامر ما بيجيش من فراغ، انما الشك لو بيجي من فراغ يبقى شك مرضي، يبقى في عندنا احنا مشاكل نفسية، المشاكل دي هي اللي خلتنا نشعر بالشك. انما لما يكون في اساسا حاجة ورا الشك ده يبقى ليك حق والف حق انك تشك وتقلق وتغير وتتجنن. ولما الشك يدخل قلب انسان اوكي لازم يتأكد من ان الموضوع ده بجد، وإلا حياته كلها تدمر علشان يقطع عرق وساح دمه. يا لا ببساطة مطلقة. فالموضوع مش بالبساطة دي، يعني لازم برضو لو ساورك الشك زي ما بيقولوا او دخل جواك الشك لازم تتأكد انت شكك ده في محله ولا مش في محله. خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه ازي حضرتك يا استاذ اسامه؟ الحمد لله تمام. انا بحبك جدا. ربنا يخليكي، مثل الاعلى اصلا. ربنا يخليكي، دي حاجه غاليه عليا ويعني دي ثقه يعني ما استحقهاش. ربنا يخليكي، ميرسي. على فكره كلمتك كتير قبل كده وباخد رايك في كل حاجه. يا رب يكون ارائي نفعتك. ايه بتنفعني والله فعلا. ربنا يخليكي. طيب تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟ لا بلاش يعني عشان المره دي يعني انا يمكن غلطانه شويه. طيب هاخد رايك. قولي لي، تحت امرك اتفضلي. انا كنت يعني انا مخطوبه بقالي 7 شهور ماشي. خطيبي كان الاول شغال وكان ملتزم وكان كويس، بعد كده فجاه ساب الشغل بسبب انه عمل حادثه. ماشي، انه شغال سواق اصلا نقله ايد. ساب الشغل انه عمل حادثه يعني مش بايده. ماشي، ما عمل حادثه ليه بقى؟ ان هو كان شارب ومش فايق وكان رايح يشتري زفت مخدرات يشربها. ماشي، فالناس اكتفت ان هم فصلوه من الشغل، ما خدوش منه فلوس كمان. المهم ما علينا، بعد كده قعد في البيت وبقاله من ساعه العيد الكبير، مع ان هو يعني 3 4 شهور 3 شهور مستحيلي مش شغال، اشتغل معيش فلوس ان انا اعمل رخص عشان مش عارف اشتغل عشان معيش رخص. بعمل رخص، هاتي الشبكه باعها عشان اعمل الرخص. المهم من هنا لهنا بابا مرضوش وكده. المهم هو برضو حاليا مش عايز يتغير، وعلى طول بنتخانق وعلى طول في مشاكل. وسط المشاكل دي دخل في حياتي حد، بس هو دخل بالصدفه، هو كان فاتح لايف على التيك توك، فهو كابتن ولايف كوتش وكده. فكنت بساله ان انا وقعت، انا رميت نفسي اصلا من الدور الثاني. رميتي نفسك من الدور الثاني ليه؟ كنت متخانقه مع اهلي بسببه برضه. وتقومي منتحره؟ اتظلمت. مهما كان يعني، هل النهارده عشان انت اتظلمتي تطلعي تقابلي ربنا سبحانه وتعالى وانت منتحره؟ انا عارفه ان انا غلطانه وان انا ما كانش ينفع اعمل كده، وفي الاخر كل ده على دماغي. عملت عمليه في ظهري، ركبت 8 شرايح ومسامير وتعبت واتبهدلت يعني، في الاخر انا اللي اتبهدلت. هو انت اتبهدلتي بس ربنا اداكي فرصه جديده. بالظبط، انا كنت بين الحياه والموت. ما انك لو كنت متي كنت طلعتي انت عارفه المنتحر، فهو ربنا من حبه ليكي وعطفه عليكي اداكي فرصه جديده. كملي اتفضلي. انا كنت نايمه في المستشفى وسمعهم بيقولوا دي ممكن تتشل وما تمشيش تاني على رجليها. طيب وبعدين اللي حصل؟ الحمد لله الدنيا عدت وانا دلوقتي احسن. فهو كان فاتح لايف وكده، فانا دخلت اساله ان انا عامله عمليه في ظهري، اعرف ادخل جيم تاني واتمرن ولا ما ينفعش ولا ايه. فراح هو كان بيقول لي بقى رايه وبتاعه وكلمني وكده. فالمهم بعد ما خلص اللايف لقيته دخل كلمني خالص. كنا بنتكلم بخصوص العمليه بتاعتي وكده، بس الموضوع بعد كده الكلام جابنا اللي هو اتعرف عليا وانا اتعرفت عليه وحكيت له عني وعن مشاكلي. هو سمعني واحتواني جدا وفهمني قوي، وهو برضه حكى لي عن بلاويه وعن مشاكله وعن كل حاجه عنه. فالمهم ارتاح له وارتحت له. قال لي بصي، من الاخر يعني هو كان بيتضايق لما بيشوف نازل ستوري او اي حاجه عن خطيبي. قال لي بصي يا بنتي، من الاخر انت مش مرتاحه معايا وانت معجبه بيا وانا كمان معجب بيكي من الاخر وعلى وش كده. ايه رايك اني انا فكك بقى من الموضوع اللي معاكي ده ونخلصيه، وانا هاجي اتقدم لك ماشي، وهتجوز خلال 3 4 شهور، انا مش هطول عشان انا جاهز. قلت له انت مستعد تتجوزني؟ قال لي اه. قلت له طب ايه اللي يثبت لي؟ انت البنات عندك قد كده، عنده فوق 100,000 متابع اغلبيتهم بنات. وطبعا الا شافك ولا عرفك.
ولا شافني ولا عرفني برضو كويس. قلت له ايه اللي يضمن لي ان انت بتتكلم صح او ان يعني. فقال لي طب ماشي البنات انت تقول عندهم ايه تطلع معايا لايف وقول ان انت حبيبتي وكده وان انا مرتبط بيكي. فعلا طلعت معاه جست وكده واتكلمت على ان انا خطبته مرتبط بيا والبنات كلها طبعا في اللايف كان محروق دمها. بس فرحتني الحته دي. قال لي ايه تاني؟ قلت له تاني حاجه لما تيجي بقى تتقدم لي. قال لي بس انا ازاي هاجي اتقدم لك وانت لسه مخطوبه؟ قلت له انا هحاول ابوظ الموضوع. حاولت ابوظ الموضوع. بابايا رفض اني انا افتح خطوبتي دلوقتي. الناس يقولوا رميت نفسي ليه؟ ان الناس اللي المكان عندنا هنا اتكلموا عن ان في حد شافني وانا برمي نفسي فالكلام دور. فقال لي انا مخليه معاكي عشان ما حدش يتكلم عليكي نص كلمه. انت لما تسيبي دلوقتي الناس هيقولوا ايه؟ المهم لقيت ابويا بيقول لي بصي تقدم لك حد كويس هخليكي تسيبيه، ما تقدمليش حد كويس هتقبلي معاه. قلت له طب يا بابا راحت مامتي قالت له ينفع حد يجي لواحده مخطوبه وده ينفع؟ لا اه بيجي وبيسال ولما يسال هنقول له ان هي مش مخطوبه عادي. طلع كويس هنمشيه الثاني، ما طلعش كويس خلاص يبقى ما خسرناش حاجه والناس مش هتتكلم طيب علينا. يروح يتقدم طالما ابوكي شايف الموضوع كده. قلت له قال لي بصي انا ما انا راجل وانا عندي كرامه وراجل ايه اللي يقبل على نفسه يروح يتقدم لوحده هي مخطوبه. قلت له طيب يا عم طيب ما انا بقول لك انا بحاول ابوظ الموضوع وابويا دلوقتي ايه اللي هو ده اللي عنده يعني ابوكي قال يجي يعمل نفسه مش عارف انك مخطوبه وعايز يتقدم لك. انا بابا ما قلتلوش ان في واحد انا بكلمه ما يعرفش طبعا. بس ماما بتقول له طب افرض في حد احسن. انا معرفه ماما اي ازاي وهي مخطوبه؟ قال لها عادي والله ساعتها لو جه حد كويس وهيسال دي مخطوبه ولا مش مخطوبه نقول مش مخطوبه وتقلع الدبله وكانها مش مخطوبه. لو طلع كويس تمام، لو ما طلعش كويس خلاص انا كل ده وحافظ على شكل بنتي قدام الناس. طب ما تيجي نفكر بالعدل. تمام العدل، انت بتحبي خطيبك؟ لا مش بحب. خلاص افسخ الخطوبه الاول خلصنا. ابويا مش راضي. يبقى تستني شويه لحد ما نعدي شهر اتنين ونفسخ الخطوبه. اذ ربما كمان في الشهر الاتنين دول تكتشفي ان ابو الرجال اللايف كوتش ده طلع برضه في سوكيسو بيسو اي كلام يعني. طلع اصل ما فيش حاجه اسمها اعرفك من على السوشيال ميديا وما شفتكيش ولا اعرف عنك اي حاجه، دردشنا شويتين عملنا تشات طلعت معاكي جست وبتاع انا هاجي اتجوزك. اصل هو مش سلق بيض، ده حتى سلق البيض بياخد ربع ساعه يعني بياخد وقت بالنسبه للبيض. انما اللي انت بتتكلمي فيه ده كلام مش مظبوط خالص يعني، كلام ما يتعقلش. ولو واحد فعلا بيفكر بالعقليه دي يبقى انسان مش متزن. يبقى مفيش داعي تلتزمي او ترتبطي بانسان ما يعرفش الالتزام ولا متزن اساسا، واحد معتوه. لان اللي ياخد خطوه زي كده بالشكل ده يبقى انسان معتوه. فانت يبقى وقعتي في اتنين معتيه، واحد مدمن مخدرات وعمل حادثه بالعربيه بتاعت الشغل ودغدغها وهو رايح يشتري مخدرات، والتاني بيطلع لايف على السوشيال ميديا او على تيك توك وقال لك اتجوزك من الهوا كده وانت وافقتي، يبقى انت من معتوه لاعته. انا اسف اني بقول كده. لا ما بتحبيش خطيبك وابوكي قال لك استني شويه عشان السمعه والحكايه، ادينا مستنيين شهر اتنين تلاته شكرا مشي راح في داهيه بقى، راح مطرح ما راح ده موضوعه. بعد كده نفكر. لو الانسان اللي انت بتتكلمي عليه ده انسان مظبوط اوكي هنشوف. ما عندنا اشك ان واحد بيفكر بالعقلية دي يبقى مظبوط. اللي بيجي يتجوز يا جماعة لازم يتك على العقل. اشوف واحدة بنت ناس اعرفها الاقيها مناسبة ليا، اعرفها معرفة حقيقية لحم ودم، اعرف اهلها واسأل عنها ويسألوا عني. لان احنا الجواز في المجتمعات الشرقية بتاعتنا جواز اسر، اسرتين بيتجوزوا مش واحد واحدة بيتجوزوا. فلازم يكون في توافق في المستوى الاقتصادي، المستوى المادي، المستوى الثقافي، المستوى العلمي، المستوى الاجتماعي، كل حاجة علشان نبقى شبه بعض في الحياة وبعد كده ناخد الخطوة. لا تشغل عقلك بالعقبات بل اهتم أولا بالحلول. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن العلاقات أو الحب المجهد. تليفوناتنا 3-8-35-022 والواتساب على 0-155-955-1006. معكم على الهواء وسامة منير وابو سفيان على 106.10 نجوم FM. ازيك يا أسامة؟ أنا متجوزة من 7 سنوات، جوزي الحمد لله كويس معايا أنا وأولادي بس بيشرب حشيش. هو عايز يبطل بس مش قادر، وأنا بشجعه على طول
بس زهقت ومليت، حاسة ان مفيش فايدة، قولي اعمل ايه؟ تاني حاجة بيشتمني ويرجع يعتذر ويشتم ويعتذر وهكذا، واقول له ما ينفعش تشتم، عملت كل حاجة ومش عارفة اعمل ايه. هو المفروض لما يعني يتطاول عليكي بالشتيمة يكون في قمصة، يعني خلاص انا مش هقبل ان انا اتهان، فبحيث يبقى هو عارف ان القمصة ان هو غلط غلطة كبيرة، غلط ان خلاص ان يعني قوة تحملك ما بقتش بتجيب، مش هينفع تاني يعمل كده. اما بمناسبة الحشيش، فعلى حد علمي يعني ان الحشيش ممكن اي انسان يبطله، بس هو عايز يعني حاجة تشغله، حاجة يهتم بيها، نجاح جديد في حياته ياخده في سكة النجاح، فيبقى مش ما او عايز تجربة سيئة في حياته يحلف ما يشربه تاني، بس يعني يتعب منه، يجيله نوبة هلع، يجيله اي حاجة تخليه يتعقد منه ويخاف يشربه تاني. ولكن حاولي تشجعيه انه يخفه، يعني بدل ما هو من الصبح، يعني لو بالليل كده حاجة وخلاص وتعدي اهلا وسهلا، واحدة واحدة، ما بلاش النهاردة خليها لبكرة، خلي يعني علشان برضو ايه ميزانيتك، يعني حاولي تلاقي له حلول يبتدي يبعد عنه ويتراجع عنه شوية. وما تقبليش الإهانة، لان طالما حياتك كويسة ما تخليهاش تبوظ والدنيا تبوظ وتبقى انت يعني سبب تهاونك فيها هو اللي بوظها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يباركك يا أستاذ أسامة. كنت عايز أوصل رسالة لأخويا وحبيبي سيما نور عيني، وربنا ما يحرمني منك أبدا ويخليك ليا وترجعينا بالسلامة، يا نورت البيت. أخوك إيه فتنس بيمسي عليك، يا مكتوبة كده فتنس. حاضر. صباح الفل يا أسأس، عايز أقول لدميانة عياد مراتي كل سنة وانتي طيبة يا دودو يا حبيبتي، وربنا يخليكي ليا أنا وبراين وبروني، ونشكرك لأن رغم كل اللي بتعدي بيه، بشكرك برغم كل اللي بنعدي بيه في حياتنا، هتفضلي انتي بطلة القصة من الأول للآخر. سمير سبوت حبيبي يا بيش، وربنا يملى بيتك خير وسعادة. كلما زاد التفكير في العقد لم نجد حل، وإذا ترك جاء الحل من عند الله، من عند الله، من عند الله، من ملك عبد الله. بص يا ملك، يعني أنا يمكن قايل جملة كده أصدها، إن إحنا لما بتحصل لنا مشاكل بنقعد نفكر في المشكلة، طب ما بدل ما أفكر في المشكلة أفكر في الحلول أسهل، هفكر كده هفكر وكده هفكر، طب ما أفكر في الحل، لان لو فكرت في المشكلة هتزداد تعقيد ومش هبقى بعمل حاجة، انا بفكر في المشكلة، بفكر في اللي صابني، طب ما افكر ازاي اطلع من اللي صابني ده وعدي منه يعني بسلام. السفينة التي لا تبحر يأكلها الصدأ، والمشاعر التي لا تعبر عنها تموت. هاجر محمود، الله عليك يا هاجر. لابد ان يتعود الانسان على الوحدة حتى لا ينسى حقيقته الأولى التي ولد فيها، ولابد أن يرحل معها معتز فرحة. طب ما احنا ما تولدناش في وحدة ميزو، يعني كل واحد فينا تولد أول حد شافه أمه، يعني خلاص أول حد ترمى على صدره عي أمه، فما فيش وحدة من البداية، وربنا ما خلقناش في الدنيا دي عشان نعيش في وحدة، وربنا سبحانه وتعالى برضو لما خلق آدم ولقى عايش في وحدة خلق له حواء علشان تأنس وحدته، فما ينفعش نقضيها وحدة، يعني الموضوع محتاج برضو بني أدمين في الحياة. يعني صباح الخير يا دكتور السعادة، أنا عمر ما حد في حياتي إداني نفس المكانة اللي بديها له، ودايما بحط الناس في مكانة هم مش حطني فيها، وحقيقي ده من أكتر الحاجات التعيسة اللي بقابلها في حياتي. سلامي إلى وليد أبو ريتاج وسندي محمد أبو تيتو المطوع أسيوط. طب يا محمد تعال نفكر زي ما قلنا كده في الحلول، ما نفكرش في المشكلة، انت عمال تحط أنا محدش حطتني في المكانة، ما تحطش حد في مكانة، عمم بقى، خلي الدنيا كلها لطيفة والناس كلها تتعامل عادي، واتقل شويتين وطلع الكلام من تحت درسك حبتين، وشوف الناس هتعامل معك ازاي. مع الأسف، مع ان انا مش بحب الطريقة دي، بس مع الأسف
هي دي الطريقة اللي بتاكل مع البني آدمين، إنما كلما كنت لطيف كلما اتقال عليك خفيف يا معلم. ازيك يا أسامة، أعمل إيه لو أنا قابلت بنت بالصدفة وعجبت بيها وهي بتفضل تبص عليا بس أنا بخاف إني أتكلم لا تحرج؟ إسلام علي. طب ما تتحرج، إيه اللي هيحصل يعني؟ هي هتاكل منك حتة؟ هتخرج مثلا واكل قلمين على صداغك؟ استحالة. هتخرج مثلا ناقص دراع؟ لا. يفوز بالملذات كل مغامر، والبنت بتحب المغامر اللي ياخد الابروتش ده اللي هو يخش بقلب. لو انت معجب بيها خش اتكلم معاها، بما انك كمان انسان نيتك كويسة مش وحشة، ما انتش عايز تشقط يعني، انت راجل عايز تحب وترتبط وتحترمها، ادخل حتى لو صدتك، ايه المشكلة؟ طيب فن فرصة سعيدة جدا، انا اسف والله، انا يعني عادي يعني. هو انت اول واحد يترفض؟ مليارات العرسان راحوا وترفضوا يا عم، ايه القضية يعني؟ مفيش مشكلة، ولا اقلل من انتك اي شيء يعني. اسامة عامل ايه؟ بجد انا فرحانة قوي اني بعمل لك كومنت، اخويا يوسف يسلم عليك وبيحبك قوي والله. من جنى حسن، ربنا خليك يا جانا، مرسي ليكي خالص، وتحياتي ليوسف. لو باقي هتدور مش هتسيبه وتمشي، من سهيلة الخواجة. لو باقي على حد يعني هتدور عليه مش هتسيبه وتمشي، ليكي حق. احمد سعيد حبيبي ربنا يخليك، كل الحب في حيرة وغيرة ونكد واجتهاد ووجع قلب، الا الحب، الا حب العربيات، زي ما بتديها بتديلك بالظبط، عمرها ما بتزعلك الا لو انت بتعاملها وحش. ما تستغربش ان في ناس بتحب العربيات اكتر من البشر، انا بعشق عربيتي من طريق دي. بص يا تيتو، عشان انا انت جاي لي على الوجيعة. انا ما بحبش اتكلم عن حاجتي، انما انا بعشق العربيات، و يعني احب قوي عربيتي، واخد بالك يعني، انا معاك، بس يعني عمرها ما هتغنيني عن حبي لمراتي واولادي. يعني لو قالوا لي عربيتك ولا مراتك ولا اولادك، تولع العربيه حتى مهما كانت، حتى البونبونايه اللي انا بحبها، العربيه البونبونايه بتاعتي دي لو هتتولع كده وبس ولادي ومراتي يبقوا بخير، ولا هتفرق معايا. حلو حب العربيات، لان احنا رجاله، في مننا اللي بيحبوا العربيات، وفي مننا اللي بيحبوا الكرة، وفي مننا اللي بيحبوا الطاولة، وفي مننا اللي يعني مش لازم نحب كل حاجة، واخد بالك؟ انما برضو لا، الا الحب، الحب الحب، الشوق الشوق يعني، على رأي اخونا الليمبي. والله يا اسامة انا بهتم بالصيانة قبل ميعادها، غير كده كلها شكليات. لا، اعمل صيانة في ميعادها معلم، ما تعملهاش قبل ميعادها، مش كويس انك تعمل صيانة قبل ميعادها. بعت لك رسالة يا أسامة، نور يا نور، والله ما جاتلي، أنا عمال أقلب أهو ما جاتليش. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو. أيوة. إزاي حضرتك؟ الحمد لله تمام، إزيك؟ أنا سعيدة جدا أنا بكلم حضرتك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. برنامج جميل دايما مميز، وحضرتك من شخصيتك المرموقة دايما. الله يخليكي، مرسي، ما تحرمش منك. تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟ أنا اسمي بسمة. بسمة، كم سنة يا بسمة؟ 30 سنة. كم؟ 30. مرتبطة بسمة؟ لا. طيب احكي لي، عايزة تقولي، أنا تحت أمرك. هي حكايتي طويلة شوية، بس كنت الأول متردنة أكلمك وكده، بس محتاجة فعلا يعني. تعالي ندردش وعلى قد ما نقدر، وربنا يوفقنا ونعمل حاجة كويسة يعني. اتفضلي. الله يخليك. عامة أنا مشكلتي كان ليها دلوقتي 3 سنين يعني. تقريبا 3 سنين بدأت والدي توفوا، أول صدمة لي يعني كذا، وأزمة مرت بها وكذا، بس بعدها الحمد لله يعني ما عداش بعدها بسنة أو سنتين، 3 سنين بكثير. كنت شغالة في مكان، اتعرفت على واحد من خلال مامتي يعني، الأول كده أعجبت بيا بشخصيتي واحترامي لها وأدبي وكده يعني. طب جميل. بس جات مرة وقالت لي أنا عايزة أخذك لابني وكده يعني.
كانت هي ساكنة قريبة من الشغل بتاعي كده بتشوفني دايما. فمرة على مرة هو بقى جاي يشوفني تعرف عليا وكده وعجبت وكده وكان إنسان كويس جدا ومحترم شخصية مرموقة برضو في شغله يعني كده. بس الحكاية إن هو كويس ومامته كويسة والله يرحمه بابا كان كويس كويس بس العيلة نفسها يا أستاذ أسامة يعني العيلة اعترضت جامد على جوازنا وكده. عيلته هو بتعترض على جوازتك؟ اعترضت جامد وأولهم أخته أخته وحيدة اعترضت جامد ووقفت ضده وكانت أخته دي أكبر منه ولا أصغر منه؟ أكبر منه. طب واعترضت ليه؟ إيه سبب اعتراضها؟ يعني؟ هي كانت أول مشاكل مع جوزها ومش عارفة إيه واستأذت بزيت جوزها وكانت هي من نوع متكبرة شوية متكبرة جدا هي ويعني كذا حد من عائلتها وكده. فشفت لا مش منزل أخويا أنت مش قد ما أنا أنت مش عارفة إيه وكده. بس فتضح في الآخر إن هي كانت طمعانة في الشقة بتاعته اللي كان هنجوز فيها وفريشها وعملها وبعز وكل حاجة إنها عايزة أخد الشقة بتاعته وعايزة المهمة كانت بتبوظ كل حاجة يعملها يعني يجي عايز يتقدم تبوظ أي حاجة يعني تعمل أي مشكلة. طيب يعني هو عارف ده هو عارف إنها طمعانة في شقته فهو في الآخر عارف إن هو كان كل ما يتقدم لوحدة وكده كانت تفركش له الحكاية برضه كده كانت تفركش له تفركش غير لما عارف إن هي اللي بتعمل له كل العمل دي كله. بس فراحت حضرتك جاء في يوم عايز أشوف الشخصية اللي هي إيه بقى وقفة معاه وده ومش مقدرتش تسيطر على الموضوع إن هي تفركش الموضوع فشفتني بقى شخصية وناس مش أي حد خلاص بس من بعيد يعني قبل ما تشوفني شخصيا يعني. بس راحت بعد كده قالت له بصي انا يعني هي اختار بيننا احنا ليه دي اخته هي مراته التانية ما عرفت المهم مش عارفه يعني عملت مشاكل برضو مع وقف جنبها طبعا ليها خاله الخاله دي كانت عايزه تتجوز بنتها وهو كان رافضهم جدا مش عايز حد من العيله وهم واخدينها تحدي ان انت ما خدتش بنتي وكما ما تاخدش اي حد من بره ولازم تتجوز بنتي وهو ما عندوش شخصيه ولا خالته دي هي اللي بتصرف عليه ولا ايه لا 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 مش كده هو ليه شخصيه كل حد بس هو احتراما للناس بيحب ايوه يا ستي احتراما للناس على عيننا وعلى راسنا بس انا اذا كانت الناس ما احترمتنيش بس هو لا هو محترم كل حاجه بس ايه زي ما تقولي رامي كل حاجه يعني مش همه اي حد هو كان ماشي معايا في كل حاجه يعني قال خلاص وانا ما انا معتمد على ربنا وعليكي وانا هجد قدام بس مش عارفه ايه وبعد كده حصلت المفاجاه ان يوم كان جاي وهيخطبني وكل حاجه راحت عامل مشكله كبيره معاه وقالتلوش وهدلت له حاجته وهدلت له الدنيا وعملت مشكله وعملت مشكله كبيره مع بعض دي اخته اللي عملت معاه المشكله؟ ايه؟ اخته اللي عملت معاه المشكله؟ اخته هي اللي عملت معاه المشكله اخته عايزه تقطع اي حاجه اي حاجه يعملها يعني اي طريق يمشي فيه كده عشان يمشي في طريق يعني يكمل المشوار وكده بس فهنا قال راح بعد كده ما قدرش يجي كان تعبان جدا تعب وقعد يومين في البيت بعد كده اتصل بيا وقال معلش عملت معاه مشكله يعني ضربته لا حصل بينهم مشاكل يعني اتخانقوا مع بعض طب ما يتخانق معاها فيها يتخانق معاها ودور وشه وراح يخطب ايه القضية يعني المشكلة هي عملت اي حاجة جابت اهلها يعني في البيت وكده يعني يطلعش من البيت حبسوه يعني في البيت نعم حبسوه في البيت حبسوه في البيت عملوا مشكلة كبيرة يعني بس المهم راح جاء بعد كده هو خلاص صمم يعني انا خلاص مش هاخد غير دي اللي عايزة تعمليه اعملي اللي عايزة تعملوه راح بعد كده هي طبعا بجنان بقى دماغها تصرفات مش عقلية اصلا راحت اتفقت مع خالتها دي وقعدت تقول لها كلام وتحميها اكتر وتشجعها اكتر على ان هي تكره اخوها وتيجي ضده وتفتري على مامتها وزعت مامتها امه فين من كل القصة دي؟ مين؟ أمه فين من القصة دي؟ ما هي أمه واقفة معايا وكل حاجة بس هي يعني أنت عايزة تفهميني إن راجل ماله هدومه
مش عارف يقف قدام اتنين ستات. ما هو اصلا حضرتك في يوم كان خلاص زي كل حاجه راحت عملت ايه راحت بهدلت الشقه تحت اللي هتجوز فيها ولعت فيها وراحت خدت العفشه وراحت اجرت ناس هي واللي معاها اجرت ناس راحوا عملوا له خلوه عمل حس بالعربي هو جاي. طب انت عايزه تخشي في وسط عيله مش مظبوطه كده؟ ما هو خلاص انتهى هو عمل حس ومات. مات؟ عمل حادثة ومات؟ عمل حادثة ومات ازاي؟ حادثة عربية برضو؟ اتأثرت عليه وكان في العينين مركزة وتعب جامد. ده بسبب ان هم زقوا عليه ناس؟ زقوا عليه ناس وكسروا عليه فعمل حادثة ومات. عمل حادثة وما تحملش ورقح العناية ومامتي يعني تعبت خالص جنبه وهو تعب خالص اتأثر كمان. كل ده بسبب اخته وخالته. اخته وخالته انه كمان اتأثر بحكايه ان شقته اتبهدلت خالص اتكسرت واتحرقت حاجات كتير اتحرقت فيها فهو زعل على الحاجه دي وكده وراحت عملت مشاكل برضه في الشغل بتاعه فكل ده اثر عليه فعمل حتى وفي الاخر ده لو اخته وخالته دول رايه وسكينه ما عملوش كده. يعني بص انا عمري يا استاذ اسامه ما شفت ناس كده وقبلها قبل ما يحصل الحادثه جات لي في الشغل بهدلتني وقالت لي انا يعني مش هخليك تتجوزي وانت ان شاء الله مش هسيبك في حالك. انا عايز اسال دول حرامية ولا دول ايه بالظبط؟ هي عرفت في الاخر ايه ان راحت له هو في العناية قبل ما يتوفى عايزة تمضيه على الشقة بتاعته وعايزة فراحت ايه سبحان الله يعني في ارادة ربنا يعني ارادة ربنا ايه استاذ اسامة ان قبل ما تروح تعمل الحكاية دي ربنا العناية اللي هي بتاعت ربنا جات عليها هي ازاي؟ قبل ما ماتت اخته هي كمان ماتت. اخته ماتت؟ ماتت. هي ماتت وهو يعني دقايق في العناية راح برضه مات راحت وهي ماتت برضو. ازاي؟ هي ماتت في حادثة كانت جاية انا بقول لك كانت عايزة تمضي ومش عارفة ايه فما لحقتش وربنا سبحان الله يعني نشوف ربنا يعني ربنا وراها يعني راح واحد يعني بين الحياة والموت راحت مصيبة فربنا سبحان الله يعني مش عارف يعني. بص يا بنت الناس ربنا سبحانه وتعالى نجاكي من انا اتأثرت جامد. ليكي حق طبعا اتأثرت وقعدت 3 سنين وانا في أزمة بقيت منهارة وبقيت أعصابي تعبانة وخسيت خالص وجيت بص انهيار عصبي يعني مش بكلم حد انا قعدت 3 سنين ما بكلمش حد قاعده في البيت كده في الاوضه وخلاص مش مصدقه اللي بيحصل لي. ما هو انا نفسي مش مصدق اللي انت بتحكيه يعني من كتر ما هو يعني عجيب كدا. يعني ما شفتش ناس كده انا وقفت جنبهم وعملت ما شفتش ناس بالحقد والكره ده انت بتعملي ايه كده ليه هتاخدي ايه في الاخر؟ ده مش حقد وكره ده مفيش اخلاق ومفيش ربايه ومفيش عموما بص عايز اقول لك حاجه يعني الناس دي عند ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي فمش مفيش داعي يعني نتكلم على يعني خلاص اذكروا محاسن موتاكم مع ان انا خليني اقولها لك بمنتهى الامانه دول مش موتاكي يعني اذا كنت انت كان ليكي بس علاقه بالشاب ده وكان عايز يرتبط بيكي انما غير كده ربنا انقذك وربنا عداكي من ازمه كنت هتخشي فيها تعيشي طول عمرك وسط ناس لا يتعاشروا ولا يتعرفوا وقولي حسبي الله ونعم الوكيل وربنا باذن الله قادر انه يعوضك كل خير وربنا قادر ان هو يكتب لك كل الخير. انا بجد من اعجب القصص اللي سمعتها على مدار 20 سنه الناس وصل بيها الحاله ان الفلوس والماده تعميهم بالشكل كده وفي النهايه ست يعني ربنا يصبر قلبها مات ابنها وماتت بنتها بسبب هما الاتنين الحدوتة وصراع على فلوس وصراع على شقة تغور الشقة وتغور الفلوس وتغور الدنيا بحالها وتغور اي حاجة قدام ان البني ادم يعمل كده مع لحمه ودمه. في بعض الاحيان يكون ترميم البيت اصعب بكثير من هدمه وبنائه من جديد. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن الحب المجهد. ما
بفكركم تاني تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155 955 1006. معكم على الهواء وسام منير وابو سفيان على 106.10 نجوم افهم. انا بحبك جدا يا اسامه والله. انا حواليا ناس كتير بوشين من قدامك حلوين ومن وراك بيتكلموا عليك ومش عارفه اعمل ايه معاهم، ابعد عنهم يبقى محدش هيبقى حواليا عيش الحياه. بص يا ستي، ومين ادراكي او ايه اللي ادراكي ان كل اللي حواليك ما بيكلموش في ظهرك؟ عادي جدا، احنا بنتعامل مع الناس بنيه صافيه جدا، وانا مثلا واحد من الناس بتعامل مع الناس بنيه صافيه جدا. وانا ايش عرفني ولا ادراني ده زي ما بيقولوا كده بالباقي ايش دراني ان اللي حواليا كلهم ما بيتكلموش في ظهري كلهم. طب ما يتكلموا وانا خايف من ايه؟ انا بعمل حاجه غلط؟ اللي بيعمل الغلط بيبقى باين واللي على راسه واضحه بيحس عليها، ما يتكلموا في ظهرك، طز امشي زي القطر وتعاملي مع الناس كلها حلو، واللي عايز يتكلم في ظهرك يتكلم واللي عايز يتكلم في وشك يتكلم، يعني هتعملي زي الغنوه بتاعت من كتر الناس اللي بميت وش وحشونا الناس اللي بوشين، ما الناس كلها بقت بميت وش. ويا حبيبي وازيك وحشني والله والله ارجل واجدع واحد في الدنيا حبيبي ومعرفش بيقول ايه في ظهري، انا ايش عرفتي؟ وانا لو هقعد افكر واشغل بالي بكل واحد ماشي يقول ايه في ظهري اساسا، سوري في الاكسبريشن اللي هقوله، يولعوا بس ببساطه. اي حد هيقول حاجه في ظهري يولع. صباح الفل يا دكتور، عايز اقول لوليد صلاح اني بحبه قوي قوي، وعايز اقول له انك قد ايه حاجه مهمه كانت صعبه، وانك هتقف انك قد ايه حاجه مهمه كانت صعبه وانك هتقف على رجلك من تاني واحسن من الاول بكتير. يا رب يكون واصله له الرساله ويكون سامعها. طيب صباح الخير يا استاذ سام، عايز اقول لابو عمر صباح الفل عليك يا حبيبي، انت روحي ونص التاني. لسه قاري الرساله دي من شويه برضو كنت بعتاها لابو عمر. حاضر 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 اوكي. في حاجه برضو يا اس مش بتخلي العلاقه مجهده، لا دي بتخليها مدمره، الرغي والزن كتير من نبيل حماد. عادي يا نبيل، ما هو يعني الستات غاويه رغي وغاوية زن، أنا عارف إن الستات هتزعل بس ده وضع طبيعي، يعني هم طبعهم كده، ساعات بيزنوا في المفيد وساعات بيزنوا في أي حاجة، وساعات بيبقى عندهم طلبات وساعات ما بيعرفوش إمتى يطلبوا منك الطلب فبيحاولوا يفكروك أول بأول، عشان وإحنا كمان ساعات بنطنش وبنستهبل وبننسى والدنيا يعني بتعدي، واخد بالك إزاي؟ فيعني ده وضع طبيعي، ما تزعلش قوي يعني. طيب عمرك نزلت عشان تتمشى بعربيتك في عز الليل وقالت لك لا سيبني انام؟ ده طارق برضو. عمرك قلت لها يلا بينا نسافر وقالت لك لا انا مش فاضية؟ هو ده الحب الحقيقي، وطبعا عيالي ومراتي حاجة تانية، جرب بس العازل الحراري ده كذا باسم كذا هيعجبك قوي. وتحياتي ليك عاشق العربيات من طارق دي. بص يا طارق، انا معك، عمرك ما حاولت تنزل بعربيتك وقالت لك لا انا مش هنزل، انما هتقول لك حط لي بنزين، عايز تمشي حط لي بنزين، هتنور لك لمبه تقول لك ايه ميعاد السيرفيس جه غير لي زيت، ممكن فجاه وانت ماشي بالعربيه تفسح في منتهى السعاده تدوس فرامل تسمع حك التيل الفرامل في الطنابيق عادي جدا، تنكد عليك عيشتك. ما فيش حاجة يا معلم ممكن تعيش معاك بالسلاسة اللي انت بتتكلم فيها دي. العتاب ينفع على الغلط لكن ما ينفعش على طبع الغلطة، ممكن تتصلح لكن الطبع ما بيتغيرش. ابو رشد. طيب حاضر. مساء الخير يا دكتور، انا بسمعك من 2010 وعايز اقول انا بحب مراتي ام ايسل وام وايسل ومحمد وإيلين، وليه الواحد بيفكر في الحب الاولاني دايما على بالي وانا بحاول انساه ومش قادر مع اني بحب مراتي قوي. على فكره ممكن تكون بتفكر فيه بس مش حب،
بتفكر في قصة أذتك. كتير بنفكر في الحب الأولاني خلاص بعد سنين عمر ما بيبقاش حب، بس بنفتكر في نفتكر الأذية، نفتكر شكل الحياة، نفتكر قد ايه كان ممكن نبقى كويسين وما بقيناش كويسين، حاجات كتير يعني. فما تاخدهاش بالشكل ده. طيب وقتنا بيجري، خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه. مساء الخير يا استاذ اسامه، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام، ازيك؟ الحمد لله تمام. هتعرف بيكي؟ ممكن ما اقولش اسمي؟ ممكن جدا. طب كم سنه؟ تمام 30. طيب اتفضلي تحت امرك. هو انا متزوجه من 6 سنين ومعايا بنوته عندها 4 سنين. اتجوزت جواز يعني مش عن حب، بس يعني كان انسان كويس وتقدم وكده، اللي هو جواز صالونات يعني زي ما بيقولوا. ما كنتش بحبه، وكنت خارجة من قصة حب يعني. بس هو في الخطوبة يعني، حتى كنت بقالي اسبوع مثلا في الخطوبة او كده، لقيته اللي هو يعني حد عايزك تحبه غصب عنك، فاهمني؟ لو لسه ما فيش مشاعر حبيني، قولي لي بحبك. فاللي هو يعني طب انا ازاي هقول حاجة مش حاساها يعني، انا حد عقلني شوية. لا مش بس كده، ما فيش حاجة اسمها حبيني وقولي بحبك يعني. الحاجات دي ما طلعتش من القلب من جوه. ما بالظبط. هو حد يعني ايه بيحاول يكون رومانسي، بس هو مش رومانسي. عارف اللي هو يعني ايه، لما الاهتمام بيجي من الشخص الغلط. في الخطوبة شوية شوية طبعا من كتر الاهتمام الاتصال، كنت ممكن ايام الخطوبة اعمل تليفوني صامت او كده من كتر ما انا يعني زهقت، اللي هو حد عايزك تحبه بالعافيه، فاهمني؟ وبيكلمك كتير وبيزن كتير. وانا كان شغلي كنت بشتغل وانا في الخطوبه وكده، فاللي هو لازم انام بدري، ما فيش مثلا استيعاب اللي حد عايز نام بدري. طول عمري كل ده وهو مش رومانسي على حد كلامك. عارف اللي هو حد بيهتم، بس اهتمام يعني مش هو ده الاهتمام بتاع الحب او الاتنين مخطوبين او كده، فاهمني؟ اللي هو لدرجة ان انا حسيت مثلا ان حد ان هو خارج مثلا من علاقة، فعايز ينسى بخطوبة او كده، فاهمني؟ قلتها له، قلت له انت طب انت ليه بتحسسني ان انت مثلا خارج من علاقة وعايز تنسى واحدة بواحدة؟ فسيبني انا لما احس ان انا بحبك اكيد هقول لك بحبك. المهم يعني عشان اختصر على حضرتك، فات فترة وكده فانا حبيته، اللي هو حد مهتم، حد بيكلمني كتير. حبيتيه ولا حبيتي تقولي كده عشان تخلصي؟ ممكن برضو، فاهمني؟ بس لا يعني مع العشرة ومع كده يعني حبيته، وكمان ما كانش في حد في حياتي خلاص، فحبيته، فاهمني؟ كان ممكن مثلا يعني أول فالنتاين جه علينا ما كانش يجيب هدية، وما كانش يعرف مثلا، كانت حجته كلها اللي هو يعني أنا ما كانش في حياتي حد، فأنا ما بعرفش أتعامل مع بنات، فأنا ما أعرفش إيه اللي المفروض يحصل. والدتي الله يرحمها قالت لي ان هو حد ما يعني مش مناسب. بس انا طبعا اللي هو كنت بقالي 2 سنين مخطوبه وخلاص، كان والدي توفى وبحضر للجواز وكده، فاللي هو خلاص بقى يعني ارتبطت 2 سنين خطوبه، واكيد يعني حبيته في الخطوبه فخلاص هتجوز. المهم اتجوزت، كانت شقه ايجار مؤقت. كان والدي توفى، كان في حاجات مثلا ناقصه معانا في الجهاز وكده، كان بيقبل ياخد عادي مني مصاريف او فلوس. هو ما كانش بيطلب، بس كان بيقبل ان انا اعرض عليه وياخد عادي. بعد الجواز برضو حصل مد ايد، فقلت اشتكي لاهله علشان برستيجه وشكله قدام اهلي، يعني صورته ايه ما تتهزش، اللي هو مهما كان يعني قدام اهلك اللي هو انتوا في بعض عادي، اهلك قدام اهلي بلاش. حضر لي خاله وبابا ومامته منفصلين، وعرفت ان بابا ومامته منفصلين بعد جوازي باسبوع. ما كانش صريح ولا هو ولا اهله من البدايه ان بابا ومامته منفصلين. لما سالنا على بابا فين، قالوا ان هو يعني مش موجود، فاحنا افتكرنا متوفى لان ما كانش بتيجي سيرته خالص. المهم من هنا لهنا جه خاله كبير، هو ده اصلا يعني اللي كان جايبهولي وتقدم ساعتها وكده. فمعلش ما ينفعش كده، وبلاش مد ايد، وبلاش وبلاش. تاني مره قصلي ضوافري. قصلي ضوافري عشان كان مثلا اما باجي ادافع عن نفسي كان بيتخربش منها. قصلي ضوافري وضربني ضرب جامد. كنت حامل والجنين توفى. حول ولا قوه الا بالله.
أهلي عرف طبعا قلت لهم وكده. بعدين كان يعني حصل إغماء وكده بيفوقني بجردة المية اللي هو حتى يعني والدتي قالت له هو هي مش هتجنا وغريب فلا لازم يكون في وقفة. كانت هي مسافرة عمرة وخدتني جوجتها وقالت له يعني إيه لحد ما أرجع من العمرة تكون أنت يعني إيه اتغيرت أو اتحسنت أو كده. رجعت والدتي وهو تعهد وقال لا أنا هتغير وعشان بيتي وكده ورجعت تمام. في الفترة دي كان في برضو فلوس يعني والدي لما توفى وكده كنت أنا باخد فلوس علشان خاطر ايه المعيش والحاجات دي. خد الفلوس بتاعتي بس هو ما كانش بياخد حاجة غصب يعني هو أنا كنت بديه بالرضا من جوزك بقى ولازم تقفي جنبه والأصول وبنت الحلال والكلام ده. وبعدين حصل حمل تاني واتضربت تاني والمية حوالين الجنين كانت بتنشف واضطريت ان انا اولد وكده. بس انا رحت عملت محضر جاله سنة سجن وعشر تلاف جنيه غرامة. وبعد الولادة وكده عرفت اني كان جاي له خمسة احكام. فكل اللي حواليا هتسجني ابو بنتك ما ينفعش. فرحت تنزلتي تنزلت. وبعد ما تنزلتي رجعت وعيشت مع بعض تاني. ورجعت عشت وبنتي عندها اربع سنين انا بقالي ست سنين برضو مد ايد وحاجات. فانا ابتديت بقى شخصية الانثى اللي عندي خلاص اختفت اساسا ماتت لدرجة اللي هو ايه انا بقيت اتعامل فهتضربني انا هضربك هتغلط فيا انا هغلط فيك هتعمل هعمل. من ضمن الحكايات والدتي من كتر المشاكل فقالت ايه تعالي عيش معايا في بيتي اللي هو انا مش مأمنة. يا بنتي انت ممكن كده تموتوا بعض. هو ده يعني انا مرة رفعت عليه السكينة وقلت له انا هقتلك. وايه شكل الحياة دي؟ بيرجع يعتذر ويحقق عليا وانا اسف ويعيط وبسامح وعشان بنتي تعلقوا بيه تعلق ونجيب حلو معك. بس برضو ما انت بني ادم ما ينفعش تضربي وما ينفعش ترفع على جوزك سكينة وما ينفعش تبقى شكل الحياة كده. هي الحياة بقت كده للأسف. وهو بصراحة يعني حاول ان هو يتغير كتير لان اتطلقت برضو مرة وقعدت شهر ورجعنا تاني وعشت في شقة والدتي. هو بصراحة يعني عمره ما كل ولا مل من والدته خالص وشالها في فترة تعبها وكده حتى يعني درجة ان الدكاترة كانوا بيقولوا له يعني كانوا فاكرينه يعني هو كويس وكل حاجة ولكن في داء الضرب والخناق. الضرب والخناق وعدم شيل المسؤولية خالص. طب لما انت بترفع عليه سكينة بيعمل ايه؟ لا هو بيضربني وبياخدها من ايدي بالعافية وبيسيبني وينزل ويرجع بعد كده يعتذر وانا عارف ان انت شايلة معايا الهم وبيصعب عليه. طب هل ده معتوه مثلا ولا ايه؟ انا مش قادره. هو برضو بابا ومامته منفصلين فهو ما كانش فيه في حياته حد اللي هو يعني ايه اشوف راجل في حياتي هي المسؤوليه ازاي. مش فكره راجل ولا هي المسؤوليه ازاي فكره ان يعني شكل الحياه كده ازاي. يعني انا طول النهار اضرب في مراتي واعتذر لها وترفع عليها سكينه وتعمل لي محضر في القسم واخد سنه سجن وارجع اعيش معاها تاني وارجع اسامحه تاني. انتوا ليه بتعملوا كده مع بعض؟ هو حتى لو بنتك متعلقه بيه. هو انا يعني حاليا دلوقتي ابتديت ان انا هرفع قضيه خلع لان هو يعني انا طبعا عشان بحكم ان انا قاعده في بيت والدتي فوالدتي توفت فانا قاعده في البيت اللي هو برضه بيت يعني ابسط حقوقي حتى انت ما جبتليش مكان اعيش فيه. انا حاسه ان انا برضه يعني حتى كنت بفكر ان انا اروح لدكتور نفساني علشان انا حاسه ان انا بقيت غير سويه. طب انت قررتي تعملي ترفع على قضية خلع وتعيشي لوحدك بقى. هو بيمشي ومش بيسيب مصاريف في البيت ولا يعرف احنا بناكل ونشرب منين. انا الحمد لله حاليا يعني بشتغل شغل بس يعني المرتب بتاعه مش اللي هو يعيش ولا يفتح بيت انا وبنتي عندها اربع سنين فاهمني. فانا اللي هو انا كده كده مش فارق معايا ولا انا عايزه اتجوز تاني ولا عايزه اصلا حد في حياتي تاني. انا عايزه اعيش رب بنتي واكون مستوره في حياه كويسه فاهمني. بص يا بنت الناس احنا بنتكلم النهاردة عن العلاقات المجهدة دي. مش علاقة مجهدة دي علاقة مدمرة. النهاردة واحد بالأخلاق دي وبالشخصية دي ولا بيصرف على بيته ولا بيهتم ببنته ولا بيهتم بحاجة وبيضرب وبيقل أدبه وبيشتم ووصلنا القضايا ووصلنا المحاكم وأحكام وسكاكين لا انت بتدمري نفسك وبتدمري بنتك كمان في علاقة زي دي. انت لو خلعتيه ومشيتي وقعدتي في بيت امك ورجع بس ايدك ورجلك 30 مرة وده هيحصل عشان ترجعي له تاني ما ترجعيش تاني.
لان ده بيتعلمش. مفيش حاجة اسمها ابوه وامه متطلقين فملاش اللي يعلمه، لا، الحاجات دي بالفطرة، الانسانية دي بالفطرة. البني ادم بيبقى عارف ان هو لازم يعيش انسان ولازم يكون بني ادم، والست ليها احترامها وبنته ليها احترامها وبيته ليه احترامه وحياته ليها لا، ما تقبليش الوضع ده. انا اكتر فترة في حياتي مرت عليا من ساعة ما عملت انا والنجوم وهواك قلت فيها للناس انفصلوا، كانت اخر حاجة بقولها، وكانت ممكن تحصل مكالمة كل 3-4 سنين اقول لواحدة انفصلي مش هينفع تكملي معاه. دلوقتي بقت كل حلقة فيها 2-3 انفصل، يعني مش معقول هيبقى اسمه انا والطلاق وهواك. ما هو برضو انا مش فاهم الناس وصلت بيها الدرجة لقد ايه. حافظوا على كرامتكو، حافظوا على كرامتكو، حافظوا على كرامتكو. قد يبدأ الحب بالمصادفة ولكن استمرار وقرار. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن العلاقات المجهدة، ومن الواضح ان العلاقات المجهدة بقت ترند، يعني بقت موضة، لان بقت مش مجهدة بس مجهدة وسامة وقاتلة. وان كان ده موجود بالشكل ده وبالقوة دي، ده وان دل يدل على اننا عندنا أزمة كبيرة جدا في النشأة وفي التربية وفي القيم والمبادئ والأخلاق، وإن اللي زرعوا القيم والمبادئ والأخلاق في ناس كتير جدا مع الأسف ما زرعوش ولا فكروا يزرعوا ولا فكروا يعلموا حرف واحد من حاجة اسمها مبادئ وقيم وأخلاق وذوق وتربية. مع الأسف بقينا بنسمع مشاكل يندى ليها الجبين زي ما بيقولوا. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيكي. ندى. ندى كم سنه ندى؟ عندي 24. مرتبطه ندى؟ اه متجوزه. متجوزه عن حب ولا جوزه جواز تقليدي؟ تقليدي. انا كلمت حضرتك من شهرين كده افكرت ان انا كنت عامله مشاكل مع جوزي، وكان بينه وبينه قضايا، لما انا قلت لك ان هو كنت متغرى يعني بشكله وكده وشكله حلو كده يعني. صراحة حصل مشاكل كتير كده، وطبعا انا وهو دخلنا في موضوع قواسي، وانا رفعت عليه قضية كلها والحاجات دي يعني، هو طبعا رفع عليا قضية برضه بتعمل السرقة يعني عشان خاطر انا خدت حاجتي وكده من غير ما هو يعرف يعني. فصراحة يعني الموضوع خلص. لا مش سامع حضرتك. بقول لك يعني الموضوع خلص ورجع اعتذر. اه. وتنزل عن المحضر اللي هو كان عامله. ماشي. وطبعا رجعنا لبعض، بس طبعا قبل ما نرجع طبعا قعدت له ناس وكده وطبعا موضوعات وان هو مش هيكرر اي حاجة اللي هو كان بيعملها. انا طبعا عشان عندي بنتين صراحه قلت ما اقدرش غلطت والدتي والدي، عشان والدي ووالدتي متفقين انا ما حبيتش ان انا اعيش التجربه دي. انا طبعا لما رجعت صراحه يعني من ساعه ما رجعت من شهرين لحد دلوقتي صراحه هو كويس معايا جدا جدا. ماشي. بس في مشكله. ايه هي؟ اهلي. مالهم؟ مالهم. انا مشكلتي ان والدتي مش بتحب جوزي خالص، هما الاثنين ما بيتكلموش معاه. اه. فانا من ساعه ما مشيت. ده بسبب المشاكل اللي حصلت ولا هي من البدايه ما بتحبوش؟ من زمان من اول ما خطبني. اه. وهي ما بتحبوش. اه. ماشي. فالمشكله ان انا طبعا عشان والدتي متجوزه حد تاني غير والدي. اه. ماشي. فايه يعني صراحه الراجل ده برضو هو وجوزي برضو مش بيتكلموا مع بعض، فانا طبعا ايه؟ كنت مشيت بعد عند والدتي لحد ما مش هتتكلم. فطبعا مشكلة والدتي ان انا لما اروح اقعد عندها يعني هي مش نظام بتقويني ان انا افضل اعمل، لا يعني اه ماشي حابة قعدتي وكل حاجة ومش بتقويني على الغلط طبعا، بس ايه يعني ان انا عايزة افضل انا جنبها. فمشكلتها برضه ان هي مش باصة لأي حاجة في حياتي، ان انا يعني ايه انت مثلا ايه لو هتطلقي. لا صوتك بيقطع بيبعد خالص، حاولي بس تكوني جنب التليفون عشان اسمعك كويس. اه بقول لحضرتك كده سامعني؟ اه
فانا طبعا جبت يعني انا ما كنتش بقى والدتي ما كانتش بتكلمني لمده شهرين عشان خاطر انا روحت يعني ايه غصب عن عنها تقريبا كانتش موافقه ان انا اروح يبقى عشان كان حماتي غلطانه فيها وكانت عايزاها تعزيزها بس انا والله مش بحملها انا عارفه ان والدتي هي اللي غلطت فيها الاول تمام فانا كانت عايزاها تعتذر تمام فانا قلت لها مش هتعتذر يا ماما فانا هروح عشان خاطر عيالي انا بعد كده لما يعني انا كلمتني فبالصدفه لقيت اختي صوتك بيبعد خالص برضو بتقول لي مامتك تعبانه جدا ماشي ولازم تشوفيها كده الصوت تمام ايوه مامتك تعبانه ولازم تشوفيها وكده قلت لها خلاص تمام فانا طبعا استاذنت جوزي عشان خاطر اروح قال لي خلاص ماشي انا ما عنديش اي مانع وروحي وكل حاجه فهو دايما عنده فكره ان انا لما اقعد مع والدتي والدتي بتقويني عليه وده فعلا دي مش فكره والله دي حقيقه والله العظيم مش كده فاهم هو ايه يعني جوزك عامل ايه معاكي مش عارف ايه بتاع طب يا رب ما يكونش والله ما بتقوينا عليه طيب خلينا نكمل روحتي لوالدتك اللي تعبانه وصالحتها وكل حاجه تمام بعديها على طول حصلت مشكله بيني وبينه والدتي اصلا كانت لسه واخده شقه جنبي يعني تيجي تغير فيها جو كانت عايزه اولادي يروحوا يقعدوا معاها شويه فجوزي ما وديش وعمل ساعتها مشكله معايا فهو دلوقتي منعني عنها خالص يعني يقول لي يعني احنا دلوقتي من ساعه ما رجعنا احنا حياتنا كويسه جدا ومستقره ومفيش اي مشاكل بينه وبينه والمشكله عندي ان انا فعلا وقت ما بكلم والدتي ولا وقت ما بكلم حد من اهلي بتحصل مشاكل بينه وبين جوزي كتير قوي طيب جميل ولا بقيت عارفه ارضي جوزي استني بس والدتك انت الاول انت بتحبي جوزك انا بحبه طيب والدتك بتحب جوزها والدتي بتحب جوزها يعني اكيد مش كده طيب هي عايشه حياتها ومستمتعه واخده شقه تانية عشان تقضي فيها وقت وعايشه مع جوزها وكل حاجه تمام 100 فل و14 ما عندهاش مشاكل تمام حلو طيب. شيل ده عند ارتاح ده من ده شيل ده عند ارتاح ده من ده مش معناها انك تهملي في حق امك لا ابدا بس مش مفيش اي مشكله ان انا اروح ازور ماما واخد الولاد ويشوفوا ماما ويشوفوا تيتا ويلعبوا معاها شويتين واخد بعضي والف وارجع بيتي المشكله ان هو مانعني عنها خالص علشان المشاكل بتتفاقم انما لما تعبتي لما تعبت ماما وقلت له عايز اروح لماما ما منعكيش لا ما منعنيش انما هو لما لقى الباب بيجي له منه الريح فسده علشان يستريح تمام فهو الراجل بما انه تعادل معاكي والدنيا ماشيه حلو وانت بتحبي جوزك يبقى تحافظي على جوزك امك ربنا يديها الصحه ويخليها لك مش باقيه لك تمام صح احنا ان انا بسمع كلام كتير من عند اهلي انت ما بتكلميش امك انت قلبك قاسي على امك انت مش ابدا انت بتكلمي امك وهتروح المشكله في حاجه واحده انا برضو شايلاها اللي هي ايه يعني من ناحيه جوزها هي يعني مش قادر اقول لك بالنسبه لجوزها ده ايه يعني يا ربنا فوق وهو على الارض حلو اللي هو ايه بقى يعني ممكن تخصمنا بسبب جوزها طيب انا يا بنت الناس علشان بس وقتنا بيجري هقول لك ببساطه لا تخصمي ولا حاجة إنما ببساطة مطلقة أنت ليكي بيتك اللي بتحافظي عليه وعيالك اللي بتحافظي عليهم ومستقبلك اللي بتحافظي عليهم وفي نفس الوقت ما بتأثريش في حق أمك ولا بتأثري في حق صلة الرحم ولا أي حاجة ولكن كل شيء بالأصول مريح لا روح أقعد واستمر واستقيم ولا ادي ودن وتقول لك اصل جوزك وما اصلش جوزك معلش يا ماما بقول لك ايه ابقى اشوفك تاني يا ماما هرجع لك وتقومي خلعه وراجعه تحس على طول ان هي مش يعني فاهميها انك مش عايز اسمع بقى مش عايز اخش في المهاترات دي وهي تتقمص بقى تزعل يبقى هي اللي عقلها صغير ده موضوعها احنا برضو مش هنقطع لازم يكون عندها شويه حكمه في التعامل لان انت عندك بيتك واولادك دول اولويه في حياتك ده مستقبلك كله وامك اللي خلفتك وربتك وكبرتك تستحق برضو وليها عندك حق فانت مشكلتك انك بتحاولي تسدي كل الخانات من غير ما نسبب مشكله